تم افتتاح معارض أهلا رمضان بشكل تدريجي من يوم 18 وحتى 22 في معظم محافظات مصر بمشاركة منشأة الغرف التجارية مع وزارة التموين تحت إشراف المحافظين لتخفيض الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطن المصري قبل بداية شهر رمضان. فرحنا بورسعيد نشوف هل أهالي قناة استفادوا فعلا من المعرض. عندنا يمكن أكتر من 30% و 40%، يعني بره بيتباعوا السكر. طبعا وزير التموين بسعر السكر ب 10.5 جنيه، احنا بنبيعه في بورسعيد في المعرض ب 9.5 جنيه. كيلو الدقيق بره بيتباع ب 7 جنيه، بنبيعه ب 5.5 جنيه. برضه الزيت عندنا بنبيعه ب 12 جنيه بره بيتباع ب 17. وفي نفس الوقت احنا عاملين شنطه 58 جنيه، الشنطه دي تكلفتها 70 جنيه. الشنطه دي فيها 2 كيلو رز وزياده زيت وكيلو سكر وكيلو دقيق وكسان مكرونه وبرطمان صلصه. دي حاجه ممتازه وربنا يكرمكم، واهلا رمضان فيها كل حاجه حلوه وجميله ورخيصة وفي متناول اليد، وربنا يكرمكم وتحيا مصر. هو أرخص فعلا، بس يعني مش المبلغ اللي هو يعني فيه نسبة قليلة عن برا، هتبالك بس هو فيه الكل موجود هنا عشان يشتريه. وإحنا راجعين عدينا على إسماعيلية عشان نعرف أخبار المعرض هناك. حضرتك إحنا منزلين على جميع الأصناف اللي هي منتجات الشركة بتاعتنا تخفيض بأمر من الشركة نفسها، هي اللي بعتلنا كده حوالي 20%. 20% من السعر ايه التكلفه اللي هي بتاع سعر الشركه مش سعر المستهلك اللي بره. الاسعار يعني في المعقول، ولا هي غاليه قوي ولا رخيصه قوي، ممكن يكون السعر اقل من برضه من التجار من برضه. السنه دي مخفضين، بس يعني مش زي السنه اللي فاتت برضه. ان شاء الله هشتري من هنا، بس يعني هو ارخص بس مش ارخص قوي، يعني مش ده اللي كنا يعني احنا جايين من بعيد عشان نشوفه، بس يعني مش ارخص قوي. ومن القناه لوجه قبلي حبينا نعرف مدى استفاده اهالي المنيا من المعرض. احنا عاملين المعرض السنه دي لمده ان شاء الله لمده شهر، تخفيضات لا تقل عن 20% بل تزيد في بعض المنتجات كتير، يعني من المنتجات بيزيد فيها الخصم اكتر من 20%، بتصل ل 30% في بعض المنتجات. انا شايف ان الاقبال معقول، يعني هو بالنسبه للمعرض يعني يعتبر حاجه كويسه ان هو برضو شامل كل السلع والحاجات، وبيريح الواحد يعني في ان هو بيلفش كتير، وفي نفس الوقت برضو الاسعار يعتبر بالنسبه للاسعار اللي برا يعني اعتبر اسعار منخفض يعني حد ما. المعرض يعني كويس الحمد لله، الاسعار كويسه وكده، هو وربنا يدوم الراحه عشان الناس الغلبه كتير. لا في فروق كتير خالص، يعني انا لسه بلف، انا شاري شويه طلبات ولسه بلف في البيجي يعني كده، هو في حاجات رخيصه يعني على قد المحتاجين يعني وكده، هو ربنا يوفق ان شاء الله. بعدها طلعنا على الدلتا نشوف طنطا والاسعار في معرض اهلا رمضان عامله ايه. المكان دوت حضرتك ما ينفعش فيه ايجار، ما ينفعش فيه ولا نور ولا اي حاجه ولا ايجار، بالتالي اللي احنا حضرتك عملنا اسعار مخفضه جدا جدا جدا، اسعار تناسب الشعب، والحمد لله الاقبال، الحمد لله وشكر لله الاقبال كويس. الاسعار مثلا البلح بتبدا ب 8 جنيه وب 9 جنيه وب 11 جنيه الحمد لله. ده الشارع الرئيسي مجمع جرين بلاز معروف في طنطا في شارع الجلاء، وعاملين برضو ميكروباصات بتلف في الشوارع والمدن فاهمني والارياف جنب طنطا، فالحمد لله الناس بتيجي والاقبال كويس. لاول مره في طنطا تحصل حاجه جميله، ان معرض بالجمال ده والنظافه دي ما حصلتش ابدا. اول حاجه احنا راكبين من شارع البحر من عندنا من طنطا من ميدان الجمهوريه، العربيه عربيات كتير جدا بتوصل المواطنين من هناك لغايه هنا، وبتسهل كل شيء. وبنيجي هنا بسم الله ما شاء الله الاسعار، يعني عندك اليميش بادئ من 8.5 جنيه، الاسعار بره غاليه جدا. بالنسبه للسلع اجود محلات في طنطا هي اللي عارضه الكلام ده كله. اللحمه برضو هنا سعرها جميل جدا، احنا بنشتريها من بره ب 120 جنيه، هنا 85 جنيه لحمه بلدي، ما حصلتش ابدا في اي حته. المعرض اسعاره حلوه، بس انا ما لفيتوش كله لسه لان لسه داخله، بس مبدئيا ان قسم اللحوم اسعاره كويسه، بس مش يعني مش فرق كبير قوي عن بره، بس ارحم من بره شويه. وبالنسبه برضو لياميش رمضان انا جبته من بره قبل ما المعرض ده يتعمل، الحاجات بره غاليه جدا عن هنا، يعني الياميش جبته من بره ب 95 هنا لقيته ب 70، الزبيب جبته من بره ب 70 لانه هنا ب 65. فكره المعرض هي تخفيف اعباء الايجار والميه والكهرباء على التاجر عشان يقدر يبيع للمواطن بسعر اقل، ويبقى كل الأطراف مستفيدة وتقدر تجيب احتياجاتها قبل بداية الشهر الكريم.